أما إذا لا الله ابتلانا بعد قلة رزق باعتبار أنه عليه حال ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، مو أنه أنا سوء تصرفي. حسب تجربتي أنا جاء أتكلم عن تجربتي وأقولها بالصدق، يعني بدون أي أقولها، وأنا لو أريد أتكلم معاكم أو عن ما جرى لي في حياتي في المهجر واقعا شقد أنا عانيت ما عانيت، وبعد الرجوع للبلد شقد عانيت، فرأيت أنا شخصيا جاء أتكلم، مو أنه واحد ناقل لي، أنا شخصيا رأيت بهذا الأمر اللي راح أقوله لكم كم من فرج يفتح وباب إنصافا يفتح بشكل غريب وعجيب. وما أريد أذكر بعض القصص، قد واحد يقول هذه دي يذكر كرامات، لا لا لا، أنا أذكر كرامة الله وما راح أذكرها طبعا، لأن قد يصير نوع من يعني تزكية النفس على أنه أنا خوش آدمي، لا لا لا، أقول رب العالمين هو خوش رب، رب العالمين هو رؤوف. والشيء اللي أذكره لكم هو اللي في الواقع قايلة رب العالمين ذاكر إنه في القرآن الكريم، وإذا تردون أقرأ لكم الآية أقراها لكم، أنه رب العالمين يعلمنا طريقة لاستدرار الرزق وفتح باب الرزق وقضاء الديون بشكل كبير جدا. أنا خلي أطلع لكم الآية في سورة هود، في سورة هود آية 52. ويا قوم، من يجي يتكلم؟ النبي إلى أصحابه، نبي ذلك الزمان. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عن الرزق، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعطيك العافية بشنو؟ الاستغفار. الاستغفار أنا فترة طويلة جاء أقول يا جماعة والله الاستغفار باب رزق وباب هناء وباب كذا، ما يحتاج مولانا أمور من هنا وهناك، والله تعالى فلان سوي فلان قضية وروح لفلان كذا واختصر غسل الماء، أبدا. الاستغفار بنية الرزق، اللي ما عنده أولاد راح يصير عنده أولاد، اللي ما عنده فلوس الله يفتح عليه. الاستغفار أيها الأخ الكريم، هذا واحد، هذا واحد. اثنين، سورة الواقعة أيضا أنا مجربها وأتكلم بملء فمي، جربت سورة الواقعة في شيء عجيب غريب. الواقعة وهي سهلة الحفظ طبيعة الحال، إنسان يقرأها، وهذه على حال مفيدة أيها الأخ الكريم. وأهم من هذين، يعني أهم من الاستغفار وأهم من قراءة سورة الواقعة، أن تثق، يعني يكون عندي إيمان أن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر جعله مفتاح رزق. استغفروا ربكم يرسل عليكم السماء مدرارا ويرزقكم من الأموال والبنين وما إلى ذلك، هذا في الواقع يكون عندي إيمان لي، مو أنه لأنه قال السيد خلينا نجرب بالله، هاي نجرب برا، لا، أن الله هذا اللي قاله أنا أسمع كلام الله، الله قال وأنا أذهب إليه بهذا الطريقة. فمفتاح الرزق أيها الأحبة هو هذا الذي قلت لكم، على أنه نستغفر الله بنية الرزق ونقرأ سورة الواقعة كل ليلة أو كل يوم